داري المحاصرة تواجه الآن تطويقاً أشد. فهنا على جبهتها الجنوبية الغربية معركة عمد النظام إلى تحويلها إلى حرب استنزاف. قوات النظام استخدمت تعزيزات ضخمة إلى محيط المدينة وتقدمت جنوباً في المناطق الزراعية التي كانت مورد الغذاء الوحيد لأهالي داريا، وشرفت القوات على الدخول إلى المناطق السكنية وسط قصف صاروخي ومدفعي مكثف على الجبهة الجنوبية. فصائل المعارضة من جانبها ذكرت أنها خاضت معارك شرسة مع قوات النظام وميليشيات إيران وحزب الله في داريا، وطلب ناشطون فصائل المعارضة بإعلان النفير العام والتحرك الفوري لوقف هجمات النظام في داريا والغوطة الشرقية وسائر مدن ريف دمشق، بالإضافة إلى حلب المشتعلة أيضا، سيما وأن قوات النظام رفضت التفاوض مع فصائل المعارضة حول مصير آلاف المدنيين المحاصرين داخل أحياء داريا المدمرة. سيطرة النظام على ما مساحته كيلومتران جنوب غرب داريا يهدد بحرمان 7000 مدني محاصرين من الماء والغذاء، ويخشى أن تصبح داريا زبدان ثانية في ريف دمشق، فيما حذر مراقبون من أن سيطرة النظام على داريا يعني حكما سقوط مدينة معظمية الشام وإضعاف المعارضة في محيط العاصمة دمشق التي يحاول النظام تفريغها بالكامل. وبذلك يكون النظام قد أمن حدود عاصمته كاملة باستثناء الجهة الشرقية، أي من ناحية جوبر، التي لن يختلف مصيرها عن بقية مصائر المدن الأخرى. علم طيرة، العربية.